نديم اليوم يعني احنا بمكان جدا مميز. عجبك علا؟ بجنن. عم جلاد انك انبسطتي. التفاصيل شيء مش معقول. صح صح. هذا طبعا فخامه المكان انه شايفه فيه تاتش الهيستوريك ونوعا ما زي كانك ماخذه بناء قديم. احنا بالناين ميلبانك. ناين ميلبانك وهذا نهر التيمز قدامك وهذا طبعا الفيو الرائع. بجنن. عدد الشقق الموجودة بهذا المبنى وشو الفاسيليتيز والخدمات المقدمة لأي شخص ممكن يشتري فيه؟ الفاسيليتيز موجودة من السبا، الجيم، برك السباحة، عندك كمان الكونسياج والسيكوريتي شيء أساسي لأنك في منطقة نوعا ما تورستيك وسياحية. طبعا البناء نفسه هو بناء هيريتج يعني محافظين على شكله الخارجي مع رينوفيشن داخل البناء بشكل كلاسيكي كونتمبرري كلاسيك، فزي ما انت شايفه راح تلاقي تاتشز المطبخ نوعا ما مودرن، تدخل على الصالون بتلاقي كلاسيك مودرن كونتمبرري، فماجزين بشكل رائع. بحب اذكر انه هذا البناء احنا بنسميهم تروفي بيلدينجز، يعني هي بناء عليه قيمه تاريخيه بالضبط زي اللي بيقوم بالاستثمار في الاثارات، اللي بيجيب الاثارات والتحف القديمه. اذا الان انت بتلاقي اللي مع مرور الزمن بتزيد قيمته، طبعا لها قيمه تاريخيه. فالتروفي بيلدينج هو بناء بيكون الخارج له ممنوع يتغير لانه لستد وله قيمه تاريخيه، وداخل البناء في رينوفيشن رائع عم بيصير فيه كل الحداثه والتطور. فاليوم لما بتشتري تروفي بيلدينج احنا بنسميها او تروفي بروبرتي، هذا له قيمه من عبق التاريخ. لندن هي أول المدن اللي بتلاقيها سواء وقت البريكزيت أو قبل وقت البريكزيت أو وقت البانداميك والجائحة يتأثر، لكن لأن عليه إقبال قوي الاستقرار فيه والائتمان فيه عالي، فتأثرها وتعافيها بيصير بشكل سريع عن الأسواق الثانية. فهي دائما مدينة لندن هي المعيار في تعافي السوق العقاري للأمانة، بعد ذلك يلحقها المدن الثانية، ولذلك أنت قاعدة في مكان جدا الريسك فيه قليل. باركلي بتقدم أكثر من مشروع، في عندك أكثر من مطور وأكثر من فئة مستهدفة. نعم، هي هذه النخبة، يعني خليني أحكي نخبة النخبة في ناين ميلبانك، لأن أنت بتشوفي فيها سيلكتيف ما حطوا عدد كبير من الشقق. الاختيار للكلاينت اللي راح يكون هون راح يكون له نوعا ما صبغة الدبلوماسية، إذا شعرتيها في المكان فيها دبلوماتيك تاتش، قد يكون رجال دولة، قد يكونوا هاي بروفايل بزنس بيبل.